المحاكمة مبادرة قيمة، راجي نتعد إن شاء الله خطوة إيجابية لجل استرداد أموال الشعب الموريتاني اللي نهبت خلال 10 أيام الماضية. وبالنسبة للعدالة أمري فيها ياسر نعرف عنه إن شاء الله، ودور تعود لا عند حصنا إن شاء الله تعالى. المحاكمة بالأساس ما هي عادلة. أنا كمواطن أرى أعلن والعبد العزيز والله رئيس قاع جمهورية يسوى منهم، أعلن أنه ما هو الله هو واحد اللي فاسد. الدولة عندها ياسر من طاقم الإداري كيف البرلمانيين وكيف الوزراء والمسؤولين اللي فاسدين. إحنا كمواطنين نعرفوا نتعاملوا مع الإدارة قاع، ما قطعنا مع العبد العزيز، نعرفوا عنه أي إدارة جيناها نجبروا فيها من الفساد اللي الرئيس ما يقعد عالم به ولا يفيدوا عنه خبر. بالنسبة لي أنا كمواطن نعتبر أن هذه المحكمة يلا اول شيء بعد تراعي ان هذول المواطنين انهم هم مواطنين. قال احنا الغرض عندنا من هذا ما هو ان الغرض عندنا من هذا يعود ردع لذوك الجايين. ويلا الرئيس اللي حالي يعرف ان ذاك اللي يخلق ذاك الاول قد يخلق له هو ويخلق له وزراء ومدراء. ويلا امال الناس كامله تعود تفكر على الامين العام هو اللي سير هذا. الوزير فعلا قد يعود يوكل والرئيس يوكل. يقال لهم انا العامون هم اللي دائما تابعين هم الوزارات ويعدوا صفقات ذاك النوع. انا باسمي نهنى الشعب الموريتاني على القدر اللي خلق بلد له 60 سنه ما قطوا حاكم فيها رقاش، معناها انه ذا القدر الا نصبروه ونتحملوه. المخلوق الاول دائما يعود صغير ويعود ضعيف، يا قير اللي يجبر مدى تربيه وتنميه يعقب ينضج ويعود على المستوى. مزامرين اليوم دار القضاء الموريتاني وحجاته سمعته وشاكرينه راشع عبد السميع العليم رافعوا ظلم عنا وعن الرمص والقايد وجميع اعضاء العشريه اللي اشتغلوا فيها تامي عند وزراء المدراء يطلع عليهم الظلم يكرموا. هذه محاكمه نحن من المطالبين له الشعب الموريتاني يدور استعاده ثرواته. يا غير الشعب الموريتاني يدور محاكمة حقيقية عادلة ما فيها تصفية حسابات عادلة، ولا يدور مسرحيات، لا يريد مسرحيات ولا هزلية طريقة هزلية تنقباننا كإلهاء. التمنيت فوت فترة تحرك وعقبها ترد تعود شغل للرأي العام عن مشاكل المواطن الأخرى. نريد محاكمة عادلة لهؤلاء ونريد استعادة أموالنا المنهوبة كاملة غير منقوصة، ونريد تحقيقا ومحاسبة للكل لا انتقائية فيها. يعني بعد ضد موريتاني على محاكمة ولي عبد العزيز، بلي ولي عبد العزيز نتا لا يحاكم من عند مختار والدداه إلى ولي هيدارة إلى معاوية إلى موريتاني كاملي، فهمت؟ يا غير بعد نيت لا مراجي من عند ولانة تود هاي المحكمة شفافة وتعدل، لكن يا الله يعدل في حق ولي عبد العزيز. هذا رئيسنا وتمرميده وكفيل عليه وتوشويشه، أنا ضده لا وزين عندي. قضية هاي المحكمة نختاروها تعود عادلة هي الأولى، ونين يعود عبد العزيز والله ولحد مين والله ولكذا اثنين أهلاث لا يحاكموا يبقى الثاني كعب صحاح، هذا ما هو صالح. يا الله من عند الفاعلين السياسيين العشرية كاملة يعيط لها بجنرالاتها وبدبيتاتها وبسماها وبترابها كاملة يعيط لها تحاكم بها اللي حاضره فيها كامله، ويخلونا احنا هذو الضعيفين بروك نبغوا لها العافيه وندوروا لها العافيه، وطالب منهم انهم يخلونا في العافيه. وذا العدد اللي نقبل من هذو المجرمين خلال هاي الايام اللي قلال عدد خيالي 41 مليار، معناه انه لين يتمدد ان شاء الله تعالى ندور نسترجع اكثر ان شاء الله تعالى. يقال هذا قد يخلق الآن يتزم عدالة حقيقية، لا في تصفيه حسابات لا في أي تجاوبات سياسية، وهي واضحة أنه كاملي ورانا نقدر نطمع بدورة قانون ودورة عدالة ونقدر نعدلوا ثروة حقيقية ونعدلوا اقتصاد تين من هذه الأموال اللي انتهبت خلال 10 الماضية. والرئيس محمد عبد العزيز يكرم ويبشر وعدل له تمثال احمد كرافوره على بلا موريتاني الرئيس الوحيد اللي بلا موريتاني جاب لنا عدل الاشارات الزينه، عدلنا قمه عربيه وقمه افريقيه، عدلنا طباب
وعدى المطارات وعدى القدرانات خطة الحياة الشعبية وعدى التعليم. سمعتوا ما باقي نوع ما عاد راح طب الكولوجيا طب القلب طب التصفية جاب تصفية جاب الأخصائيين ما باقي الشمع عاد رحمة عبد العزيز طالبي من موريانا رافع عنه ظلم وتكريم وتبشير حقوق كاملة تعطاه حريته. محمد بن عبد العزيز ما يوشوش ولا يمرمت ولا يعدل شي صالح، هذا رئيسنا وحسينا ببلدنا أدنى ننظم القمة العربية بالون تقدمت التطور تقدم جميع التطورات وجميع الفئات كاملين متضامة. معناها أن احنا المواطنين عندنا نعرفوا ذاك اللي ندوروا ونعرفوا ذاك اللي ندوروا من دولتنا لفهمه ولا تخلق شي ما أنا عالمين به أسوأ شنو هو، وبالتالي هذه المحاكمات اللي منهم قد يسترجع ممتلكات الدولة هذا هو زين عندنا والعقارات اللي عندها وهذا ويندار عليه ذاك اللي عدالة عودة ذيك ما فيها تصفية حسابات ولا فيها أي شيء شنو، هذا هو اللي دور الشارع الموريتاني. احنا متضررين سابق للي سابق الإدارة متضررين من الحالة المدنية اللي نجون دور تواقضنا نشتروا كتاب الخلاقة بالفوقية ومتضررين من علينا تلا الواحد يعدل كاردانديته يخلص عنها الفوقية اللي نتلا الأسعار في السماء. معناها ان المسرحية اللي هي المقبضانة دي المحاكمة هذا عندنا شيء أهم منه. احنا اليوم من قبل 30,000 وقاس السوق ما هو لا يشتري عشاء ليلتين، هذا هو السبب اللي ماسين كمواطنين على ان هذه المسرحيه اللي قالها محاكمه والعبد العزيز ولا اهل العشريه على انها ما هي عادله وعلى انه لا نوع من الالهاء معدلنا على المشاكل اللي نعانوا منها. كما نريد ان نلفت انباه الحكومه على ان الاسعار والمواطن بحاجه لتخفيض الاسعار ايضا كما هو بحاجه لاستعاده امواله وشكرا. وطالبين من الحكومه ومن وللغزواني ومن الفاعلين السياسيين والوجهاء على انهم يحلوا مشاكلنا كمواطنين، اراهم يرجعوا قصونا ياكل فات مر، ما رقع ما قاعدين نفي، احنا ندوروا ذا بين يدينا اليوم، نعود نقدوا نعيشوا كاع، احنا ما نقدوا نعيشوا، الايجار طالع، الاسعار طالعه، كل شيء طالع، ما خالق شيء موريتان ما هو طالع. اول تاريخنا هو بعد حاكمت جاء فيه رئيس للقضاء وجات فيه دوله وحاكمت فيه حصلت مده وعدلت روايه يسوى يشنه ونرجو من الله ان شاء الله يعود باستمراريه وتدخل الروح. مع أن نرعوا فيه ضعف يا قرباد احنا تدخل الروح إن شاء الله.